أشواقع جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. الميساج ديالي اللي بغيت نوصلو اليوم للشباب ديال المجتمع ديالنا، كنعرفوا بان بزاف ديال الشباب تضيعوا، والشباب ديالنا ما عمرو غادي يزيد قدام بالمخدرات. كاينين الناس اللي كيسهروا على هذا الشيء واللي كيديروا هذه البوادر الطيبه، فمؤخرا شفت بزاف الوليدات يتعاطوا المخدرات وتأذوا الصحه ديالهم. فبلا ما نذكر الفلوس، لان الفلوس اذا خسرت المخدرات فهو فلوس تمشي وتجي، ولكن الصحه لا مشات ولا ما ترجعش. كيف بغيت نقول واحد النصيحه، اول حاجه ما دارش حاجه ربي حرمها الله، كيف قالت الدكتوره جيهان، دونك راه ما صالحش لينا المخدرات هو الفراغ. كنصيحه انا اليوم نقدر نوجهها لكم هو ان الواحد قد ما قدر يعمر الفراغ ديالو. شنو هما الاشياء اللي كنعتبروا احنا مخدرات؟ شنو هما؟ شنو علاش في نظركم عندها ايجابيات؟ شنو هي غتنسي لي الهم؟ شنو غديري؟ حس براسي واثق براسي كثر الا خديتهم؟ نقول لا، حيت من حقي، حيت هذيك صحتي حياتي، ميمكنش نعطيها لواحد اخر يلعب بها. يلاه كنصيبو ما نديرو بيه، فكنحاولو نصرفو في اشياء بحال هادي. فراغ، ضعف، حيت هذيك الفئة هي اللي كتكون عرضة انها تمشي في هذاك الطريق. علاش؟ لان كاين تهمش ديال يعني الدراسه، بعض المرات كتلقاه كيمشي للمدرسه، بعض المرات ما تيمشيش للمدرسه، بيتيتغ الاباء ما تيديوهاش فيه، بيتيتغ كاينين بزاف ديال العوامل، فهمتي؟ يعني ما تقوليش حيت هذاك عنده الفلوس. ولكن هذاك اللي مبلي بالكارو ولا شي حاجه ولا بالحشيش ولا اي حاجه مهمه في نطاق المخدرات، ديك الخمسه دراهم كاع ما كتكفي. أساتذة الدكتورة جيهان وكذلك الكوتش جيهان للتسجيل. تلاميذ المؤسسة اللي كنشكرهم على حسن الاستماع ديالهم والحضور ديالهم، وكذلك كنشكر الأبطال ديالنا اللي شرفونا بالحضور في مؤسسة جزيرة مونتريال، جمعية أشواقاع، الإخوة والأخوات اللي ساهموا، كذلك اللجنة التنظيمية. أنا عجبوني هاد الشباب تبارك الله.